شوبير قال إنه دعمك بانتخابات اتحاد كرة القدم من قبل، والآن فينا نسأل سؤال كتير كبير، كيف هي علاقتك بشوبير؟ لا علاقة، بصي مهما اختلفت أنا وشوبير لازم بنرجع معه. بس أنت قلت كلام كتير كبير كمان بحق شوبير. خالص، عمري هاتيلي الكلام اللي أنا قلته. حوريك الكلام. أوكي. يلا. أوكي. مزعلك يا شوبير؟ إيه اللي مزعلك؟ آه، ملعب يا شوبير. ولعب على تقيل قوي، وانت عارفه يا شوبير يعني ده لعب على تقيل. الله الله الله، مش عاجبك ان انا اتسقف للنادي الاهلي اللي عمل اسم مجدي عبد الغني، وانت تسقف للنادي الاهلي اللي عمل اسمك؟ مش عاجبك؟ بتتريق على ان انا واقف ورا النادي الاهلي يا عم شوبير؟ عيب يا شوبير عليك، والله عيب عليك، عيب عليك. ويا ريت الناس تبلغك، ويا ريت تكون بتتفرج عليا دلوقتي. عيب عليك ان انت تطلع تنتقدني، انت في حاجات كتيره جدا اقدر انتقدك فيها، لكن مش هنتقدك. في حاجات كتيره قوي اقدر اقولها يا شوبير، حاجات كتيره قوي قوي من يوم من واحنا بنلعب، واقدر اطلع التاريخ كله، لكن انا عيب ما ينفعش. احنا كنا بنشتغل في قناه واحده، وانت طلعت انتقدتني وانا طلعت انتقدتك لما قلت هقطع دراعي ومش هخش انتخابات اتحاد الكره، ودخلت الانتخابات وقلت لك هتمشي بدراع واحده شوبير، وكان المنظر سيء، كان منظر وحش ليك وليا. تمام. ايه قلت له وقائع حصلت بيني وبينه، وما ينفعش ان انا نتكلم على بعض. بس ايه ده من بعد هذا الكلام، ومن بعد هالتصعيد اللي صار، اللي حصل بينك وبينه؟ ولا تصعيد ما حصلش. هيدا بعد شو؟ بعد ده على طول اتصالحنا، ما فيش تصعيد حصل، بالعكس هو انصاع للعقل. عشان قلت له انه انا ممكن اقول اشياء كثير، صار في نوع من خوف يعني، خلى يتراجع بكلامه بردة فعله. لا لا لا، مالهاش دعوه بالخوف، ليها دعوه بالعشره، ليها دعوه بالعشره اللي بيننا وبين بعض، وليها دعوه بالعلاقه اللي بيننا وبين بعض. بيننا وبين بعض علاقه قويه جدا، حتى اسريه، بين زوجته وزوجتي وبين ولاده وولادي. ما كانش ينفع انه يطلع، لان انا لا ابدا، عشان بس حضرتك تقول هيدا رد فعل، ده رد فعل، ده اللي انت شايفاه. انا لا ابدا خالص، ما عمري ما ابدا ان انا ابقى مع حد سيء خالص، انما بتضطري تطلعي الانياب والضوافر لما تلاقي ان الناس عايزه تنهش، فما ينفعش. فأنا طلعت وضحت له الكلام دوت، وهو في الحقيقة يعني راجع نفسه، ولقى إن ما ينفعش إن إحنا اتنين إعلاميين يطلعوا يتكلموا على بعض، ده منظر يعني ما بيبقاش لا في مصلحة اللي تهاجم ولا في مصلحة اللي بيهاجم، لأنه بيسيء وبينقص من قدر الاتنين أمام الرأي العام. يعني هلا انتوا بعلاقه طيبه جدا، انتست هذا الموضوع، ساعدني في انتخابات اتحاد الكوره. طيب يعني